اهلا بيكو في قناة كيفو كيدز. فيديو النهاردة هنشرح في منهج كونكت بلس لكي جي 2 يونت 4 بعنوان It's a party. جاهزين نبدأ مع بعض؟ يلا بينا نبدأ. يونت 4 It's a party. انها حفلة. يا ترى يا ولاد الحفلة دي هيكون فيها ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هناخد دلوقتي الكلمات الخاصة باليونت، والكلمات دي هنحفظها. كيك، كيك يعني كيكة يا ولاد. كمان معانا يوغرت، يوغرت يعني زبادي، يوغرت. بيتزا، بيتزا البيتزا يا ولاد اللي احنا بناكلها. آيس كريم، آيس كريم كلنا طبعا عارفين الآيس كريم اللي بناكله، في منه بالفانيليا، في منه بالشوكولاتة. أورانج جوس، أورانج جوس يعني عصير البرتقال. أورانج يعني البرتقال، جوس يعني عصير. أورانج جوس يعني عصير البرتقال. بالون، بالون يعني بالونة، بالون. ديكوريشن، ديكوريشن يعني أولاد الديكوريشن اللي احنا بنعمله، التصميم والزينة اللي احنا بنعملها في حفلة عيد الميلاد بسميها ديكوريشن. دي أولاد الكلمات الخاصة بيونت 4، نحفظها كويس. أوكي، ودلوقتي يا ولاد open your book page number 59. listen, look and say. listen استمع، look انظر، and say وقل. read and match اقرأ ووصل. هنا يا ولاد مدينا مجموعة من الصور ومدينا كلماتها، وعايزين نوصل كل صورة بالكلمة المناسبة ليها. picture number one، دي صورة ايه يا ولاد؟ ice cream، ice cream. هنوصلها بكلمة ice cream. picture number two، صورة ايه دي يا ولاد؟ زبادي، زبادي يعني ايه؟ yogurt، يوغارت، يوغارت يعني زبادي. هنوصلها بكلمة يوغارت. picture number 3، كيك، كيك، وهنا هي متوصلة بكلمة كيك. picture number 4، ديكوريشن، ديكوريشن. قلنا يا ولاد الزينة الخاصة بالحفلة بسميها ديكوريشن، هنوصلها بكلمة ديكوريشن. نمبر 5، دي صورة ايه يا ولاد؟ اورانج جوس، اورانج جوس يعني عصير البرتقال، هنوصلها بالكلمة الخاصة بيها. بيكتشر نمبر 6، بالونة بسميها ايه؟ بالون، بالون. واخر بيكتشر معانا نمبر 7، بيتزا، بيتزا هنوصلها بكلمة بيتزا. اوكي، let's be polite، let's be polite. let's خدناها يا ولاد يعني دعنا، be يعني نكون، polite مهذبين او مؤدبين. دعنا نكون مؤدبين يعني يا ولاد لما بنكون في حفلة او في بارتي لازم نكون مؤدبين، نسمع الكلام ما نعملش شقاوة. listen استمع، read and repeat اقرأ وكرر. picture number 1، can I have
some cake please؟ يعني هل أستطيع أخذ بعض الكيك لو سمحت؟ هنا البنوتة بتستأذن عشان تاخد كيك. هنا قال لها إيه picture number two؟ Yes, here you are. أيوة اتفضلي. Picture number three. Thank you. Thank you. قالت له شكرا لك. وهنا يا أولاد بنتعلم لما بنطلب حاجة من حد وبيقول لنا اتفضلوا في الآخر بنشكره بنقول له thank you. ولما نيجي نطلب حاجة من حد نقول please يعني من فضلك. وهنا يا أولاد هنعملها زي لعبة مع بعض. مدينا بيتزا، آيس كريم، أورينج جوس، يوغرت. كل واحد فينا يختار صورة بيحبها ويبدأ هو وأخوه أو هو وأخته أو هو ومامته هو وباباه هو وصاحبه اتنين مع بعض ويلعبوها لعبة. واحد يطلب والتاني يقول له اتفضل. طب لو هنطلب هنقول ايه؟ انا مثلا عايزة ايس كريم هقولها ايه؟ هقول can I have some ice cream please؟ ممكن اخد ايس كريم لو سمحت؟ صديقة هيقول لي ايه؟ yes here you are. yes here you are. هيقول لي ايوة اتفضلي. انا هقول له ايه بقى في الاخر؟ اقول له thank you thank you. اوكي نعملها بقى زي لعبة ونكررها في كل صورة ونقعد نقولها. اوكي طيب يا ولاد لو انا طلبت منكم وقلت لكم can I have some yogurt please؟ مين يقول لي معناها ايه؟ good انا عايزة زبادي. هتردوا وتقولوا له ايه؟ هتدوني ولا مش هتدوني؟ برافو yes here you are. ايوه اتفضلي برافو عليكم. انا بقى بقول لكم thank you شكرا ليكم thank you. celebrations يعني الاحتفال. يعني ايه يا اولاد الاحتفال؟ الاحتفال بالعيد زي عيد الاضحى. لما بيجي عيد الاضحى بنحتفل بيه. عيد الفطر، عيد شم النسيم، عيد الكريسماس. اوكي كل دي بسميها الاحتفالات. listen and circle استمع وضع دائره. picture number one. هنا يا ولاد تفتكروا الصوره دي. picture number one تفتكروا هنا يا ولاد الصورة دي بتعبر عن عيد الفطر or new year عيد الفطر ولا رأس السنة؟ تفتكروا الصورة هنا بتعبر عن ايه؟ عن انهي عيد؟ عن رأس السنة new year صح؟ لان هنا مفيش ولا كحك ولا بسكوت ولا اي حاجة. عشان يا ولاد في احتفالية رأس السنة بنيجي في مكان زي الاهرامات او البرج او مكان معروف كده في البلد عندنا وبنضيق انوار كتيره وحلوه في السماء بالليل على الساعه 12. ده بتدينا بهجه للسنه الجديده. عشان كده قلنا بيكتشر نمبر 1 هنختار ايه؟ هنحط سيركل حول نيو يير راس السنه. بيكتشر نمبر 2 يا ترى يا ولاد الصورة دي بتعبر عن شم النسيم or Christmas عيد شم النسيم ولا الكريسماس عيد الميلاد؟ شم النسيم يا ولاد من الاحتفاليات اللي احنا بنعملها ان احنا بنجيب فيها بيض مسلوق بيض ملون بنلونه وبنسلقه وبنفطر بيه او بنخرج مع اهلنا بنروح الجنينة بنروح الحديقة وبنلعب مع اهلنا نلعب مع اصحابنا بنتفسح فيه. عيد الكريسماس يعني عيد الميلاد من ضمن احتفالياته والحاجة المشهورة فيه ان احنا بنجيب شجرة بنقعد نزينها وبنحط فيها اللعب والزينة. طب يا ترى يا ولاد بيكتشر نمبر 2
بتعبر عن شم النسيم or Christmas. Good. شم النسيم. هنا مجموعة من هنا أسرة راحت الجاردن وبيفطروا مع بعض. دي من مظاهر احتفاليات عند العيد شم النسيم. اوكي. طيب بيكتشر نمبر 3. يا ترى دي يا ولاد بتعبر عن عيد الفطر or New Year ولا السنة الجديدة؟ هي يا ولاد لو بصينا هنا هنلاقي أصدقائنا حاطين قدامهم كحك وبسكوت بتفوروا حاجات حلوة. طب ده بيعبر عن ايه؟ عن عيد الفطر. احنا في عيد الفطر بنعمل بسكوت جميل، ماما بتعمل لنا بسكوت جميل، بتعمل لنا كحك، بتعمل لنا بتفور، بتعمل لنا حاجات حلوة، صح؟ يبقى الصورة دي بيكتشر نمبر 3 بتعبر عن عيد الفطر. هنحط سيركل حول عيد الفطر. طيب بيكتشر نمبر 4. بيكتشر نمبر 4. يا ترى الصورة دي يا ولاد بتعبر عن شم النسيم or Christmas. يا ترى في شم النسيم احنا قلنا بنروح الجنينة وبنتقابل مع الأسرة بتاعتنا، من مظاهر الاحتفاليات. ومن مظاهر احتفاليات الكريسماس بنجيب شجرة وبنحط فيها زينة وبنحط فيها لعب. يبقى بيكتشر نمبر 4 هنختار فيها كريسماس لأنها بتدل على عيد الكريسماس، عيد الميلاد. اوكي. read and match. اقرأ ووصل. نمبر 1. my family celebrates Christmas. يعني عائلتي تحتفل بعيد الميلاد. my family يعني عائلتي، وقلنا my بتدل على الملكية. celebrates يعني تحتفل Christmas عيد الميلاد. I like the Christmas tree with decorations. يعني أنا بحب عيد الميلاد وشجرة عيد الميلاد والديكوريشن بتاعها. زي ما احنا بقولنا يا ولاد ان في عيد الميلاد بنجيب شجرة وبنزينها، بنحط لها زينة وبنحط لها نور وبنحط فيها لعب، بنعمل لها ديكوريشنز. اوكي. فهنا صديقتنا بتقول ان العيلة بتاعتي بتحتفل بعيد الميلاد. انا بحب عيد الميلاد وبحب الشجرة، شجرة عيد الميلاد والديكور بتاعها. وهنا يا ولاد يا ترى هي بتحب، احنا قلنا ايه الصورة اللي هنوصلها بيها؟ هنا وصلناها بالتري، بشجرة الكريسماس، كريسماس تري بشجرة الكريسماس. بيكتشر نمبر 2. هنا صديقنا بيقول لنا ايه؟ I like celebrating عيد الفطر. I like يعني انا بحب، celebrating يعني الاحتفال عيد الفطر. صديقنا هنا بيحب الاحتفال بعيد الفطر. There are lots of decorations. هناك يكون العديد من الديكورات، موجود في زينة وديكورات كتير. And cookies. cookies يا ولاد اللي هو زي الكحك والبتفور والحاجات اللي احنا بناكلها في عيد الفطر. فهنا صديقنا بيقول لنا هو بيحب الاحتفال بعيد الفطر لان بيكون فيه زينة كتيرة وديكور ديكورات كتيرة، وكمان فيه الحلويات الحلوة، البسكوت والبتفور الحلو اللي احنا بناكله. طب يا ترى هنا انا هنوصل نمبر 2 صديقنا ده بايه؟ هنا هو بانهي صورة؟ جود. بالصورة اللي فيها الكحك والبسكوت لانها بتعبر عن عيد الفطر. هنوصل بيكتشر نمبر 3. صديقتنا هنا بتقول لنا I like celebrating the new years. هي بتحب الاحتفال برأس السنة، new year رأس السنة. I like celebrating the new year يعني أنا بحب الاحتفال بعيد رأس السنة أو برأس السنة. with my family مع أسرتي. we watch fireworks وهي بتشاهد الألعاب النارية.
صديقتنا دي بتقول لنا ان هي بتحب الاحتفال برأس السنة مع اسرتها الجميلة، وكمان بتحب تشاهد الالعاب النارية، لان احنا زي ما قلنا في رأس السنة بنعمل العاب نارية وبننور انوار في السماء تبقى جميلة خالص. طب يا ترى هنوصلها بانهي صورة؟ بأول صورة. برافو عليكم، لأن هنا بتدل على الألعاب النارية، لأن هنا يا أولاد في الصورة بنلاقي fireworks الألعاب النارية. أوكي، نمبر فور. نمبر فور صديقنا بيقول لنا I like celebrating شم النسيم، هو بيحب الاحتفال بعيد شم النسيم. We have a picnic، يعني واحنا في بنتنزه، زي ما احنا عارفين يا اولاد في عيد شم النسيم بنعمل ايه؟ بنتنزه فيه، بنروح المنتزه او بنروح البارك الجنينه وبنتفسح مع اهلنا. طب يا ترى ايه الصوره اللي بتدل على الكلام دوت؟ واحنا قلنا في شم النسيم بناكل بيض ملون، صح؟ يبقى هنوصل صوره نمبر 4 بصوره الايه؟ الاحتفال بشم النسيم بالبيض الملون اللي عليه فلاورز، لان احنا بنخرج في الجناين الصبح وبنشم الورد وبنشم الزهر. It's a time to celebrate. هنا يا اولاد مدينا مجموعه من الصور، هنقرا كل صوره وبعد كده هنرتب الصور وهنرتب الاحداث. اوكي، Let's eat the food، يعني هيا بنا نأكل الطعام أو نتناول الطعام. Let's invite our family and friends، يعني هيا ندعو عائلتنا وأصدقائنا. هنا هو يا ولاد الولد والبنوتة الجميلة من ترتيب الحفلة ان هم عايزين يتصلوا بالفاميلي بتاعتهم، بالأسرة بتاعتهم وبالأصدقاء، ندعي الأهل والأصدقاء عشان يحتفلوا معانا. طيب الصورة اللي بعد كده يا ولاد، Let's set up decoration، وهنا يا ولاد الولاد بتزين المكان وبتعمل الديكوريشن بتاع الحفلة عشان هيحتفلوا. الصورة اللي بعد كده، Let's help to clean up. Let's help to clean up، يعني هيا نساعد في تنظيف المكان. هنا يا ولاد بينظفوا المكان. وآخر صورة معانا، Our family and friends arrive، يعني عائلتنا والأصدقاء وصلوا. طب تفتكروا يا أولاد أنهي صورة من دول هتبقى number one؟ مكتوبة اهي الصورة اللي مكتوب فيها B هتبقى أول صورة، اللي هي الأصدقاء بيدعوا الأسرة وبيدعوا الأصدقاء عشان يحتفلوا مع بعض. Let's invite our family and friends، هنرقمها بنمبر 1. طيب تفتكروا الصورة اللي بعد كده؟ تاني حاجة هنعلق الزينة، هنبدأ نظبط المكان ونزين المكان. يبقى let's set up decorations هنكتب عليها نمبر 2. طيب بعد كده تفتكروا ايه اللي هيحصل تاني يا ولاد؟ بعد كده العيلة والأصدقاء بيبتدوا يوصلوا، الضيوف اللي احنا عازمينهم. يبقى our family and friends arrive، يعني اسرتنا واصدقائنا وصلوا، هنرقمها number 3. بعد كده يا ولد ايه اللي هيحصل؟ let's eat the food، بعد كده هيبتدوا ياكلوا الاكل الحلو الجميل اللي في الحفلة. واخر صورة يا ولد، بعد ما بالحفلة ما بتخلص بنعمل ايه؟ بننظف المكان بتاعنا، صح؟ يبقى اخر صورة let's help to clean up هنكتب number 5. اوكي يا ولاد، a party يعني الحفلة، a party يعني حفلة. look and write، look انظر and write واكتب. اول كلمة معانا cleans up، cleans up يعني ينظف. eats eats يعني يأكل. sets up sets up
يعني يعد، يعني يجهز يا ولاد. invites invites يعني يدعو. arrives arrives يعني يصل. طيب number one، هنا يا ولاد البنوتة الجميلة picture one بتعمل ايه؟ بتاكل. احنا قلنا ياكل يعني ايه؟ eat. طب هنا هنختار انهي كلمة من دول؟ هنا بيقول she نقط the pizza، هنختار eats. طب ليه هنا يا ولاد حطينا eats وضفنا لها s بإضافة الاس ما قلناش eat؟ مش احنا قلنا eat يعني يأكل؟ ليه ضفنا s؟ لان هنا يا ولاد eat يعني يأكل، ده verb مش اسم، يعني حاجة بيعملها. فالفعل الverb مع he وshe وit بنضيف له اس. الverb مع he وshe وit في اخر الverb بنضيف اس. الشي يعني هي، بناخدها مع الجيرل. شي يعني هي للمفرد المؤنث، يعني حاجة واحدة بس بتكون مؤنثة يعني بنوتة. طب وهي؟ هي يعني هو، بتدل على الولد. اوكي. وايه بنستخدمها للحيوان او اي شيء تاني. طب هنا البنوتة اختارنا شي، يبقى هنحط ايت ولا ايتس؟ هنحط ايتس، هنضيف لها اس لان ايت فيرب، هنضيف له اس عشان هنا في ايه؟ في شي. يبقى شي ايتس ذا بيتزا، يعني هي بتاكل البيتزا. طيب هنا يا ولاد نمبر 2، هنا بوي. البوي ده هي ولا شي؟ البوي هنا ولد بياخد هي. اوكي. هي نقط at the party، هو ايه يا ولاد؟ the party. هيبقى هنا هي arrives at the، ضفنا لها اس عشان هنا قلنا ايه؟ arrives ده verb، والverb مع هي وشي وات بنضيف له ايه؟ بنضيف له اس. اوكي. طيب نمبر 3، هنا الولد في الصورة بيعمل ايه؟ هنا باين عليه ان هو بينظف المكان. طيب هنا الولد هياخد هي ولا شي؟ هياخد هي. هي نقط after the party، يا ترى هو عمل ايه هنا؟ ينظف يعني ايه؟ clean up. طب هنا يا ولاد هنحط، هنختار cleans up. ليه هنا حطينا اس؟ احنا قلنا الverb مع هي وشي وات بنضيف له ايه؟ بنضيف له اس. تمام، هنا ضفنا له اس. طيب هنا هو هي cleans up after the party، هنا بينظف بعد الحفلة. واحنا نتعود يا ولاد لما يكون عندنا حفلة بعد الحفلة بننظف المكان بتاعنا. وهنا هي عشان هو ولد. طيب هنا نمبر 4، she نقط her friends. she يعني هي نقط her friends، هنا صديقتنا بتدعو أصدقائها. her friends يعني أصدقائها هي. طيب يدعو يعني ايه؟ هنا يدعو يعني invites، يبقى she invites her friends. وهنا ضفنا، قلنا هنضيف اس للverb عشان هنا في ايه؟ في she يعني هي. picture number 5، هنا الولد بيجهز للحفلة، بيعد للحفلة. هنا ولد هنحط هي. هي نقط the decorations، هو بيعمل ايه؟ يعد يعني ايه؟ او يجهز. sets up sets up، he sets up the decorations، هو بيعد او بيجهز الديكور. هنا بيجهز الديكور عشان الحفلة. اوكي يا ولاد، عرفنا ان الverb كل دي كلها اسمها افعال.
أفعال يعني حاجة إحنا بنعملها، زي بينظف، يأكل، يجهز، يدعو، يصل، كل دي أفعال. الأفعال مع هي وشي وإت بنضيف إس للفيرب في الآخر، آخر الفيرب بنضيف لحرف الإيه؟ الإس، ودي بتبقى إس الفيرب. أوكي يا ولاد؟ يبقى الفيرب مع هي وشي وإت بنضيف له إيه؟ بنضيف له إس في آخر الكلمة. أوكي؟ شي للبنوتة للمفرد المؤنث، هي للولد للمفرد المذكر، إت للحيوان أو النبات أو أي شيء. وهنا يا ولاد نحفظ مع هي وشي وإت هنضيف للفعل إس، مع هي وشي وإت هنضيف للفيرب إس. أوكي؟ مع هي وشي وإت هنضيف للفيرب إس، ما هو فعل يعني فيرب. أوكي؟ ودلوقتي يا ولاد الجزء الخاص بالفونيك. letter Q، Q capital و Q small، و V capital و V small، Z capital و Z small. Q is qua, qua. Queen, queen. V capital و V small. V, v, vet. V, v, vet. Vet يعني دكتور أو دكتورة. بيطري، بيطري يعني اللي بيعالج الحيوان. ز، ز، زو. ز، ز، زو. زو يعني حديقة الحيوان، الحديقة اللي فيها الحيوانات. هنا يا ولاد number 2 look and circle Q V Z. هنا يا ولاد بيقولك انظر وضع دائرة حول حرف ال Q أو حرف ال V أو حرف ال Z. حرف ال Q أو ال V أو ال Z، أي حرف من أول ما نلاقيه هنعمل حوله circle. number 5 هنحط سيركل حول ال V. question، question يعني أداة الاستفهام أو سؤال، هحط هنا سيركل حول حرف ال Q. question. buzz، buzz، buzz. صوت النحلة يا ولاد بسميه باز اللي هي زز. هنا هنحط سيركل حول حرف الزد، وحرف الزد ده يا ولاد ممكن نقوله زد او زي. اوكي؟ الاتنين في النطق صح، زد او زي. فان، فان، فان. يبقى هنحط سيركل حول حرف الايه؟ الفي. كواك، كواك. هنا يا ولاد هنحط سيركل حول حرف الايه؟ كيو. كواك ده صوت البطة يا ولاد بتقول ايه؟ كواك، كواك، كواك. زياد، زياد. هنحط سيركل حول حرف الزي او الزد. listen look and complete. استمع انظر واكمل. picture number 1 quiet، quiet يعني هادئ، هادي يعني quiet. qua، qua، quiet، quiet. هنحط هنا letter q. number 2 quack، quack، quack. صوت البطة. هنا هنحط letter a. q. van، van، van. letter v. zebra. نحط هنا حرف الايه يا ولاد اللي فاضل؟ z، z،
zebra, زد أو زد. Let's decorate يعني يلا نزين. Draw and decorate. هنا يا ولاد في أول سكوير بيقول an egg for شم النسيم. An egg for شم النسيم. هنا يا ولاد عايزنا نرسم بيضة ملونة عشان البيضة دي من مظاهر احتفال شم النسيم. احنا قلنا لما بنيجي نحتفل بشم النسيم بنعمل ايه؟ بنجيب بيض ملون بنلونه، او بنشم الزهور بنخرج للجنينة. فهو عايزنا من مظاهر الاحتفال بشم النسيم نرسم هنا بيضة ايه؟ بيضة ملونة. طيب في السكوير 2 نمبر 2 كوكيز فور عيد الفطر. كوكيز فور عيد الفطر ايه يا ولاد؟ الكوكيز اللي هي الكحك والبيتي فور اللي احنا بناكله في عيد الفطر الجميل. فاحنا عايزنا هنا اهو نرسم الكحك والبسكوت والبيتي فور والحاجات الحلوه اللي احنا بناكلها في عيد الفطر. ريد درو اند كلر. ريد يعني اقرا، درو ارسم، اند كلر ولون. هنا مدينا ا كريسماس تري يعني شجره عيد الميلاد. It has six decorations. هي تمتلك أو هي فيها ست ديكورات. It has a star on top. يعني هي موجود عندها في الأعلى، بنحط نجمة ستار في الأعلى. There are some gifts. هناك يكون بعض الهدايا، يعني بنحط فيها. أوكي، يبقى هنا يا ولاد هنكمل صورة الشجرة ديت. هنحط نجمة بالأعلى وهنحط ست أشكال للديكوريشن، لعب وأشياء، وبعد كده هنحط بعض Happy New Year read and color. هنقراها وبعد كده هنلون. Story Unit 4 The Birthday Party يعني حفلة عيد الميلاد. Number 1 Good morning. Happy birthday. Thank you. Good morning. صباح الخير. Happy birthday يعني عيد ميلاد سعيد. Thank you يعني شكرا لك. It is Adam and Dina is birthday يعني عيد ميلاد آدم ودينا. Mommy and Daddy set up the decorations. يعني ماما وبابا بيجهزوا وبيعدوا الديكوريشن بتاع الحفلة، الديكور بتاع الحفلة. بيكتشر نمبر مامي and daddy are very busy يعني بابا وماما مشغولين. مامي decorates the cake يعني ماما بتزين الكيك. daddy makes بيتزا يعني بابا بيعمل لنا البيتزا. Number 3 Hello everybody. Happy birthday. Thank you. Family and friends arrive يعني العيلة والأصدقاء وصلوا. Can I have some ice cream please? Yes, here you are. Everybody eats. Picture number 5 Adam look at the miss يعني انظر. look at يعني انظر، miss يعني فوضى، يعني المكان بعد الحفلة بقى مش مظبوط عايز يتنظف. Dina mommy and daddy are very tired. هنا البيزي بي بتفكر وبتقول what can Adam and Dina do؟ يا ترى هيعملوا ايه آدم ودينا؟ هنا يا ولاد المكان بقى مش حلو، يا ترى هيعملوا ايه في المكان؟ هنا آدم and Dina help to clean up. آدم and Dina help to clean up يعني آدم ودينا بدأوا في تنظيف المكان. وهنا ماما بتقول لهم thank you. مامتهم بتقول لهم ايه؟ thank you. هنتعلم يا ولاد من القصة دي
We can help to clean up. يعني احنا بنقدر نساعد في التنظيف. كل واحد فينا يا ولاد بيقدر يساعد في تنظيف المكان بتاعه. يعني اول ما نصحى من النوم ممكن نرتب السرير بتاعنا، ممكن لما نيجي من المدرسة نقلع الهدوم بتاعتنا ونحطها في مكان مرتب، بعد ما نذاكر ننظف المكان بتاعنا، ننظم الكتب بتاعتنا. نقدر بحاجات بسيطة كده نساعد مامي ونساعد دادي في البيت. هنا كمان يا ولاد في القصة دي هنتعلم التعاون مع بعض، وهنتعلم مثلا لو عندنا حفلة هنبدأ نخصص كل واحد فينا هيقدر يعمل حاجة معينة. زي هنا هو في القصة ماما وبابا عملوا ايه؟ ماما ابتدت تعمل الديكوريشن بتاع الكيكة، بابا ابتدى يعمل البيتزا. بعد كده دينا وآدم ابتدوا ينظفوا المكان، ساعدوا في تنظيف المكان. فهنا هو لما يكون عندنا حفلة او مناسبة احنا بنتعاون مع بعض وكل واحد بياخد مسؤولية وبيعملها. وبكده يا ولاد نكون وصلنا لنهاية شرح فيديو النهاردة يونت 4. ذاكروا كويس جدا، ولو في حاجة مش فاهمينها ابعتولي واسألوني فيها. هسيب لكم لينك الفيس في الديسكريبشن. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ينزل على القناة. وما تنسوش تشيروا الفيديو لأصدقائكم عشان الكل يستفيد. Goodbye.